أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إثراء في تلفزيون دولة الكويت، مع حلقة جديدة من برنامج يقول المثل. يقول المثل: ما يقص الرأس إلا ليركبه. المثل هذا عجيب، وفي حياة وفي ممات لم يتحجون الثقة بالنفس والطمأنينة إن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، لما يقولون ما يقص الرأس إلا من ركبه، هذا ساعة يكون شخص مستبد ظالم، عنده قوة، عنده سلطة، عنده إمكانيات، عنده أي شيء، عنده إنه يعني يظلم الشخص المقابل، يظلمه. وش يقول له؟ يعني يقول له أنا راح أسوي كذا، وراح أشيل كذا، وراح أفعل كذا، يبتدي عاد يهدده أساس إنه يروعه ويخوفه. فاللي واثق من الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني ساعات حتى مثلا بالحروب بالجهاد عندهم يقين من الله سبحانه وتعالى، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. فلما يقول له ترى ما يقص الرأس إلا من ركبه، ثقة بأن الله سبحانه وتعالى، صحيح الشخص المقابل ظالم، صحيح أنه يقدر، عنده إمكانيات، عنده استعداد أنه يعني يستضعف الشخص اللي قدامه، يحس أنه ضعيف، لكن حيل الله أقوى سبحانه وتعالى إذا كانت عنده الشخص هذا الثقة بالله سبحانه وتعالى. وكو مقولة يقولون ويل للظالم من يوم المظالم، يوم المظالم عند الله سبحانه وتعالى، يبين العدل عند الله سبحانه وتعالى. ممكن الله سبحانه وتعالى يستعجله بالدنيا، ساعات الظالم هذا المستبد القوي اللي ما يهم أحد ويقعد يهدد، وممكن يأذي الناس في يعني أرزاقها، في حياتها، ممكن يسوي ويشيل ويفعل، يدور الله الفلك ولا هو أضعف الضعفاء سبحان الله. عاد يبتدي الشخص اللي كان ظالم يتذكر الظلم ماله، شوف وين وداه. لكن اليقين اللي احنا فيه ان الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا اليقين الايمان، ونعلم حتى انفسنا وعيالنا علشان نكسر حاجز الخوف من الظالم. علشان كذي لما يقولون ما يقص الرأس الا اللي ركبه، ثقه بالله سبحانه وتعالى. وهذا كان معنى مثلنا اليوم. يقول المثل: ما يفك الحاها إلا لحاها. عاد هذا المثل سلام، فيه المعزة وفيه المروءة وفيه الحكمة وفيه أهل الرأي وأهل الحل والعقد والمكانة. لما يقولون ما يفك الحاها إلا لحاها، دائما يرمزون حق أهل اللحى الكبار السن، يعني مرت عليهم الأيام، مر عليهم الوقت، تعلموا من الدنيا شلون تنقاس وشلون يعني إصلاح ذات البين، ويرجون ما عند الله، يعني يرجون المثوبة من الله سبحانه وتعالى، مو بهدف مال أو شيء. فساعات أمور التشابك، أمور صعبة يحاولون فيها يمين يسار، يبون يحلون هذه المسألة، المسألة صعبة صعبة صعبة. فشيشورون عليهم الناس، يقولون لهم ما يفك الحاها إلا الحاها، إلا تشوفون لكم شخص ذو مكانة طيبة، صاحب دين، صاحب خلق، صاحب معرفة، يحل هذه المشكلة اللي أنتوا فيها، علشان كذي يلجؤون له. لما يقولون هذا إلا هو أهل الاختصاص، خصوص إصلاح ذات البين. ساعات يتم إصلاح ذات البين ويكون بينهم مثلا
بينهم لا قدر الله دم ولا قصاص ولا ثار ولا مشكلة يعني صعبة، يعني أبعادها صعبة حيل، إلا الناس هذيلة سبحان الله لهم موقف جميل إنهم يعني يحلون إصلاح ذات البين. القصد إنهم يعني عائلة، فئة من الناس، إصلاح، ممكن يكون زوجين، إخوان، شركاء في بضاعة، في تجارة، يمين يسار، يدشون الناس اللي فعلا لهم مكانتهم وزنهم الاجتماعي والديني يعني فهاميتهم في حل الأمور هذه كلها. وما ننسى حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم لما قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. سبحان الله، لهالدرجة يعني إصلاح ذات البين له قيمة اجتماعية، علشان يعني لا تفكك الأسر ولا تفكك المجتمعات كلها هذه كلها. فلذلك يرجعون الناس حق الناس اللي لهم مكانتهم هذه. فهذا كان معنى مثلنا، يقول: ما يفك الحاها إلا الحاها. يقول المثل: طاب العليل وخابت الوراثة. المثل هذا يبي له نحلله ونفككه. لما يقولون طاب العليل وخابت الوراثة، طاب العليل، العليل اللي هو المريض، وطاب إن الله سبحانه وتعالى شافه، وخابت الوراثة منه الناس اللي منتظرين الشخص هذا إنه يتوفى، لأن كل متوفى أكيد له ناس يرثونه، له تركة. ففي بعضهم الله يكافينا الشر ينتظرون هذا الشخص، يبتدون يعني يخططون ويطمعون إنهم يقولون: إيه هذا متى يتوفى علشان انتقاسب، هذا لك وهذا لي وهذا. والريال للحين مريض، يعني بدال لا عاد هني يبين معادن الناس سبحان الله تعالى. يعني في أشخاص حريصين على المريض، يعودون في كل وقت ويدعون الله سبحانه وتعالى إن الله يشافيه ومتعه بالصحة بالعافية. يعني في مثلا يكون عنده خير، والباقي يقولون: والله اي اذا توفى بيحوشنا هالخير. هذا في حالة الوفاة، لكن احنا نتمنى له طولة العمر، وان الله سبحانه وتعالى يمتعه بالصحة والعافية. لان الطمع، ترى الطمع هذا طبع، الله كافينا الشر، هذا مرض. ليش وصفوا على هالشيء هذا؟ يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عنه يقول: واتقوا الشح. الشح اللي هو الطمع في حقوق غيرك، واتقوه أي يعني احذروه أو اجتنبوه، يعني إن الواحد يطمع في غيره. خلاص الله كاتب لك في هذا اليوم إن الشخص هذا راح يتوفى وراح يتوزع الحلال، أو عفوا الورث نفسه يرجع حق أصحابه. ما له داعي إن الواحد يعني ساعات يبينون الله كافينا الشر، يتفقون بيناتهم: ها شو أخبار هذا، شون صحته اليوم، كبير بالعمر، ما أدري شون. لا، وإذا كان كبير بالعمر ادعوا له إن الله سبحانه وتعالى يعني يشافيه ويعافيه. وترى مثل ما تتمنون للغير، ترى يدور الله الفلك وغيركم راح يتمنون لكم تكونون في نفس هذا المكان. احنا نقول يعني لما يقولون هذا طاب العليل وخابت الوراثة، اللي راح يرثونه
خاب شغلهم قالوا هذا للحين، هذا الله شافاه وعافاه، إذا إحنا ما راح نستفيد شيء في هذا الوقت، والله كافينا شر الحقد هذا والطمع، الله كافينا الشر. وهذا كان معنى أمثالنا حق حلقة اليوم، وفمان الله.